تحت تعليمات السيد رئيس الجمهورية، وحرصاً منا على توفير حياة كريمة لكل المواطنين. بدأنا بالسلع الاستراتيجية، أهم سلعة استراتيجية كانت بالنسبة لنا اللحوم. النهاردة بنبيع لحوم بأسعار مدعمة، سعر لحمة البلدي المذبوحة في مزارع حياة كريمة بسعر 210 جنيه للكيلو. احنا النهارده موجودين في الاحياء الشعبيه في محافظه القاهره، ابتدينا بحي الساحل في ميدان الخلفاوي بالاخص، بنبيعها للمواطنين لكل المواطنين. طبعا اخترنا الاماكن الاكثر احتياجا وعليها اقبال من الناس. ان حياه كريمه تبيع لحوم مخفضه هي فكره كويسه طبعا، عشان اللحمه غاليه جدا عند الجزارين، في ناس كتير قوي ما بتقدرش ان هي تقدر تجيبها خالص، وفي ناس كتير ما بتاكلهاش لان طبعا معديه 400 جنيه، ففي ناس كتير مش تقدر فعلا تجيبها. واللحمة ال 360-340 اللحمة دي ما بتبقاش حلوة وبتبقى كبيرة وبتكش وما بتبقاش كويسة، إنما هو بيقول لحمة صغيرة وبعدين بقري حاجة نظيفة وبالسعر دوت طبعا ناس كتير هتقدر تجيب، هجيش تمن سعر فرخ. فكرة كويسة يعني، أقول لك هو الرئيس عمال يعمل كل حاجة، لكن المشكلة إن جشع تجار، هي عايزة سيطرة بس، إن 210 ل450 يبقى الرئيس يعني كتر خيره في اللي هو بيعمله. شايف السعر ممتاز وحلو، فلو استمرتوا وجيتوا هتلاقونا يعني الناس بالطوابير. يا ريت تبقى على طول، يا ريت، اتمنى من ربنا يعني، اتمنى من ربنا تبقى على طول كده، واكيد انها لحمه ممتازه. لا حياه طبعا جميله جدا وارحم من بره بكتير. اليوم ان احنا اتجمعنا والعربيه جت لنا، بدانا الاول ان احنا عملنا يافطه وعلقناها على العربيه، وبدانا النادي ونعرف الناس ان احنا مؤسسه حياه كريمه وان احنا موجودين عشان نساعدهم ونخفف عن كاهلهم، وان كيلو اللحمه ب 210 جنيه. احنا دلوقتي بندور على 5 جنيه وقف، مش 200 ولا بتاع، يعني انا بجيبها ب 400، خدها ب 200 زي الفل يا عم. شفتها في زيت قبل كده وفي تموين وفي حاجات كتير قوي، مش لحمه بس. طبعا فرق جامد جدا، دي داخله 500 وفي 400 ودي 210، حاجه جميله، في فرق جامد قوي، كل الناس هتاكل. لا جميله بصراحه، يا ريت تستمر كده على طول بصراحه، يا ريت في الاماكن اللي زي ارض الليه والمعتمديه ولايه الدكرور، الناس هنا غلابه كتير. بشوف ان هي بيحسوا بالبني ادم اللي هو محتاج فعلا، ويوصلوا له الدعم لحد عنده، او بيقربوا له زي العربيه اللي ورانا ديت، حاجه بتسهل له الامور وبتسهل له السعر عن التاجر اللي بيستغل الظروف. بره انا بجيبها بصراحه ب 440، النهارده ب 210، يعني اعتبر نص، اقل من النص كمان. يعني انا ما كنتش قبل كده مقتنع بحته الاسعار دي، بس لما معدي واتفرجت وعجبتني رحت واخد، لما شفتها رجعت تاني رحت واخد تاني. انا خدت منهم وانا جاي من الشغل، فعجبت الولاد، لان طبعا انت عارف الستات ليهم خبره عن الرجاله في الحاجات دي، فقالت لي لا حلوه، فتحتها وشافتها وقالت لي تمام هات لنا منها تاني، فنزلت بقى غيرت وجبت، فجيت عشان اخد تاني. فكره كويسه ان انتوا تدعموا الناس فعلا، واحد موظف زيي الاقي حاجه زي كده واشتريها بسعر كويس، ده خدمه ليا انا كويسه. سعر كويس معقول، اه بالنسبه للحمه بره ب 400 جنيه 210 كويس، على الاقل حتى نرحم نفسنا شويه من الجزارين اللي هم بيذبحوا دول حقيقي يعني. النهارده احنا جايبين لحمه بلدي ذبح اليوم باقل من نص ثمنها، جايبين اللحمه النهارده ب 210، ودي كانت مفاجاه كبيره جدا جدا جدا، حتى بالنسبه لنا احنا السعر كان مفاجاه للمتطوعين اللي نازلين واقفين مع الحاجه. بنقبل التخفيض، هو السعر حلو يعني، هي بره اللحمه ب 450 و420، مش كلها عند الجزار، كل جزار وله سعر، من 450 نص بنص بالظبط. انك انت عندك فرق الكيلو هنا من 400 ل 210 فرق كبير جدا، فدي حتى بتخلي الواحد لو حتى عايز يجيب كيلو لا ممكن يجيب 2، اللي طبعا عندك الاطفال او الاولاد او كده بتبقى يعني نسبه عدد كبير، فعشان يجيب لازم يجيب كميه، فهيجيب الكميه ازاي وهي سعرها عالي. فلما كل حاجه زي كده في المبادرات دي بتفيد الواحد انه بدل ما يجيب مثلا نص كيلو ولا كيلو، لا بيجيب 2-3 كيلو، بيساعده بيعتبرها قيمه الكيلو اللي هو بيجيبه، حتى تبطل الجشع بتاع التجار اللي هو بيخلي الواحد تبص لسعادتك استغلها.
طبعا دي حاجات كلها للشعب في الظروف دي غصب عنه بيبقى محتاج بس مش قادر يجيب. لكن حقيقة كريمة والحاجات دي كلها بتساعد ان هو يقدر يجيب احتياجاته في البيت ويساعد اولاده كمان حتى لو سوى دراسه سوى اي حاجه بقى في متاحه الفرصه كمان معاه. ناس اصلا تعبانه في الحياه يعني انا عشان انزل اجيب لحمه ب 200 وب 400 وحاجه واجي الوقت الاقيها بنص السعر يعني كتر خيركم قوي قوي. الحياه كريمه دايما واقفه جنب الناس التعبانه يعني دايما واقفه بتساعد الناس التعبانه بدون ما نشعر يعني. يعني النهارده انا نازله واحد حد بيقول لي روحي الحياه كريمه منزله لحمه بنص السعر. طبعا دي حاجه بالنسبه لي مفرحاني جدا فانا بلغ كل جيراني وكل ناسي وكل الناس اللي حواليا فبنشكركم جدا ان انتوا بتحسوا بينا من غير ما احنا نشعر. اساسا نزلت النهارده اللحمه البلدي 210 لكل المواطنين. نزلنا على مراكز امبابه طبعا تم مراجعتها طبيا ونزلنا في جميع المراكز في محافظة الجيزة اللي هي فيها أكبر عدد سكان وإن شاء الله مكملين على مدار الأسبوع. حقيقة يعني إحنا بنشكر سيادة الرئيس إن هو بيحاول يساعد معانا في اللي إحنا فيه دوت وكون الأسعار اللحمة المخفضة إحنا بنشتريها من عند الجزار ب 400 وب 450. إحنا بنشكر سيادة الرئيس إن هو بيوفر لنا لحد البيت كمان لحمه مخفضه. لما اشتري كيلو لحمه ب 210 زي اللي بتباع ب 350 ده بالنسبه لي انجاز كبير. فرق شاسع طبعا كبير بين من 420 ل 210 فرق كبير طبعا ويا ريت على طول تستمر. فكره جميله وموفره لنا كتير اكيد موفره لينا فلوس احسن افضل من بره كتير يعني. والله حياه كريمه اللي انا شفته لحد دلوقتي مش حكايه نظريه بس. هي حكايه بالطعم والاكل هيكمل بقيه الرأي يعني مش بالشكل كده بالنظر كده حاجه حلوه انما برضه مش هترجع نسوي وناكل لا نشوف الطعم ونقارن هو ده هتبقى الحكايه كملت. انا لسه ما جربتهاش بس هي شكلها ان هي كويسه. بيقول لي خلصنا عربيه ودي الثانيه فيعتبر ان اللحمه كويسه وانتاج كويس يعني. الحقيقة ان مزايا وصفات المبادرة كتيرة جدا اولها الاسعار التنافسية. النهاردة هيتم توفير اللحوم باسعار اقل كتير جدا من مثلها في الاسواق. ايضا هنلاقي النهاردة جودة عالية واشراف بيطري. اللحوم من النهاردة عندنا بتقدم طازة وباشراف بيطري بشكل كبير جدا في كافة المراحل لضمان سلامة وجودة اللحم. احنا النهاردة في اسماعيلية في احدى مراكز البيع مع مؤسسة حياة كريمة مع شركة الكايسر بنوفر لحوم ودواجن بأسعار مخفضة جدا للمواطن المصري وشايفة ان في اقبال كتير قوي من المواطنين هنا ومبسوطين من جودة كمان اللحمة والدواجن. لحمة ما شاء الله بالصلاة حضرة النبي أسعار مرتاحة وأسعار حلوة وحياة كريمة عملت لنا حاجة بجد ما حصلتش قبل كده خالص. أول مرة أكل لحمة يعني بجد بجد أسعار مرتاحة وأسعار حلوة من ساعة ما حياة كريمة عملت لنا الحاجة المشروع ده بقى اخد لحمه من هنا طازه على طول. جاي اشتري لحمه من مزرعه القيصر لان عاملين مبادره حياه كريمه طبعا الاسعار هنا مخفضه واللحمه طبعا ممتازه. وحضرتك احنا بنطلع هنا ايه عندنا هنا انضف لحمه اللي هي بالنسبه لايه العجول بتاعتنا على لحمه يعني. وتحت اشراف بره زي ما انت شايف ايه الاشراف البيطري كله بيطري ما فيش حاجه بتطلع مثلا اللي هو الذبيح اللي ينذبح بره. لا احنا في المجزر كله لازم اللي هو الختم والعلامه بتاعه بشغال معاه. ليه السعر عندنا ايه مرتاح من بره يعني السعر 310 بره ب 420 في ب 400 مهما كان برده حته اللحمه زي ما انت شايفه حضرتك لحم بلدي على الميزان كيلو كيلو. هي مبادره حياه كريمه بصراحه حاجه كويسه ان هي بتساعد المواطن ان هو يعيش حياه حلوه يعني. دلوقتي بتبص بتلاقي في عملت مدارس عملت دخلت ميه عملت حاجات كتير للناس مش علاجات مثلا اللي هي اللحمه لا عملت اساسيات كتير. مؤسسه حياه كريمه بدات في تطبيق المبادره او الفعاليه في عده محافظات ومنها محافظه الاسماعيليه وهيتم افتتاح عده منافذ لتوفير اللحوم البلدي باسعار تنافسيه. النهارده هنلاقي اسعار اللحم البلدي بيوصل الكيلو منه ل 310 جنيه. عندنا ايضا اللحم المستورد بيوصل سعر الكيلو منه ل 210 جنيه.